شو؟ يعني أنت بتحبها كتير لمروه مو هيك؟ برأيي مروه ما عم بتدير بال عليك منيح هالكم يوم، نحنا لازم نغير هاي المربية. لا ماما بترجاكي، أنا ما بدي حدا غير خالي مروة. بس هي وقعتك بالحديقة وما انتبهت. لا أنا وقعت لحالي. ومو بس هيك، عم تكذب عليك بموضوع أبوك كمان. ما عم تكذب، بس خالي مروة عم تلاعبني لعبة التخباية. وشو هي اللعبة اللي عم تلعبوها؟ لعبة منخبي فيها سر عنك. مروة ما عم تكذب ماما، لو سمحتي لا تغيريها. بس مع هيك أنا ما وثقت بمروة كتير حبيبي. رح اتصل فيها هلأ مشان خبرها إنه ما في داعي تيجي بكرة، ماشي؟ لا تتصلي ماما، مروة مو كذابة. طيب أنت فهمني، يعني هي عم بتقول إنها شافت أبوك وعم تخليك تحكي معه إنه هي عمتك وإنه عم يبعت لك معها شوكولا وهيك شغلات، كل هاد مو كذب سامح؟ لا مو كذب، لا تقلعي يا ماما. يا حبيبي أبوك ما عاد موجود بنوم، حكينا بالموضوع، وبما إنه مروة ما بتقدر تشوف أبوك معناها بتكون كذابة وهي عم تخليك تكذب أنت كمان. لا أنا مو كذاب ماما، بابا موجود. لما وقعت بالحديقة بابا إجا لعندي وأخذني لعندي ولاد ألي بول. أنا ما عم كذب عليكي، بترجاكي لا تقلعي مروة ماما. حبيبي انت متأكد انك شفت بابا؟ هاد نفسه ابوك، متأكد مو هيك؟ ما رح اعصب، ما رح اعصب منك اذا بتقول الحقيقة. يلا قول عن جد شفت ابوك؟ تمام، لانك حكيت انا ما رح قلي على مروة، خلص رح خليها تضل معنا. بس ليه؟ كل يلي حكيناه أنا وياك هلأ رح يضل سر بيني وبينك حبيبي، وإلا ما عاد تقدر تشوف بابا، ما رح يقدر يجي. تمام؟ بعرف. تمام يلا لك، صار وقت النوم، يلا. تحكي لي حكاية؟ طبعاً رح أحكي لك حكاية حبيبي. هاي القصة. وبعدين ضلوا الكلاب عم يستنوا قدام الكهف. كنت بعرف، بعرف إنك عايش، وبما إنك بدك تلعب خلينا نلعب لك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.